ماشي يا شباب؟ ماشي. آخر حاجة اللي أنا كلمت عليها الطريقة اللي أنا كنت بلعب يعني قلت لكم يعني بلعب بيها اللي هي 4-2-3-1 ادي 4 ادي 1 ادي 3 ادي سنتر فيرود وشادو سنتر فيرود 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 يبقى في لعيب واحد اللي انا عليه دوت اللعيب رقم 11 اللعيب رقم 11 دوت دي انا احب ان انا انفذها في اي فرقه والحمد لله يعني كناحية هجومية كناحية دفاعية تبقى أكتر من ممتازة بس بالنسبة لي كفلسفة مدرب منتخب أو نادي كده المعدل البدني أو المعدلات البدنية عندي ما فيهاش هزار وفي بداية الأول يوم قلت لكم كأنك بتفك مفصل وبتركب بزيته كأنك بتعمل عمرة لسيارتك فبتفكه وبتحطه على جديد المعدلات البدنيه بدات كويس معدلات بدنيه كفتره اعداد ممتازه تقدر تنفذ الكلام اللي انا هقوله ده بيبقى الاثنين الاربعه اربعه مدافعين صرحاء ده الظهير الايمن والظهير الايسر ها بينطلق واخد حريه ممكن هنا بيوصل هنا لقرب ال 18 مفيش مشكله عندي انما الناحيه المخفيه والناحيه العكسيه دي يبقى في حاله تركب يبقى فيها متابعه لان لو الكره اتقطعت من هنا لاعب ذكي زي ما قلنا بيلعب لونج باص خدت بالك بيبقى فيها خطوره تمام العكس صحيح الثلاثه دول قلنا الاثنين اللي في وسط الملعب واحد انا اتكلمت على واحد الثاني انا هتكلم عليه في الاخر ادي ثلاثة وسط ملعب الثلاثة دول بيبقوا واحد منهم هنا على الطرف يعني بيجي هنا كوسط ملعب شمال والثاني كوسط ملعب يمين تمام الثاني دوت او الثالث ده بيبقى ثابت صدادة بيبقى ثابت مش عايز منه اي حاجه غير ان هو يعني يبقى داخل وباني هجمه في حاله استحواذ على الكوره يعني مش عايز حته بيقوم بواجب واحد يعني اقصد اقول بيبقى بيقوم بواجب وسط ملعب بيشتغل بشكل عرضي برده وبشكل طولي مع اللعيب رقم 11 ده اللي انا بتكلم عليه في الاخر دوت بلاعبه اللعيب رقم 11 ده اللي هو ده بلعبه بشكل الملعب بشكل طولي احيانا بتلاقيه سنتر فورورد احيانا بتلاقيه مهاجم تاني احيانا بتلاقيه وسط ملعب مدافع احيانا بتلاقيه سيرد باك يتطلب جهد بدني ومعدلات بدنيه عاليه جدا اللعيب رقم 11 ده بيشتغل بشكل طولي بيبقى جاي مخفي
وبتلاقيه في الغالب بيبقى هداف الفريق، بيقدر ان هو يحرز عدد وافر من الاهداف يعني. طبعا الكلام ده عايز شغل. في الاثنين وسط الملعب اليمين والشمال انت بتدي له حريه، بتدي له حريه وقت الكره بتبقى في جهه اليمين بتدي له حريه، انما الناحيه العكسيه زي ما قلت دي يبقى فيها حاله تركب، خدت بالك؟ على اساس ما يبقاش فيه الجبهه ديت تبقى الاثنين طالعين، يبقى في الوقت دوت انت بباص لونج باص بيبقى فرقه تتدرب من الناحيه العكسيه. ان شاء الله يعني ناخد يعني اعتقد ان انا وفيت بالنسبه لطرق اللعب، وطرق اللعب 4 4 2 ومشتقاتها، و 4 3 3 و 4 5 1 و 5 4 1، والطريقه بتاعتي اللي هي 4 2 4 2 3 1. كل الامور ديت لك حق على حسب الاختيار، على حسب ما يتراءى لي قدرات وامكانيات لاعبكم. في حاجه ثانيه ان شاء الله هنتكلم عليها برضو، يعني نامل من ربنا سبحانه وتعالى ان ييسر وقتنا. وكنت انتوا طلبتوها مني اول امبارح، وهي برنامج الاعداد، حد فكره عنه برضو كده، وبعد كده هنهي ب اليوم النهارده كنظري ان شاء الله بحته المهاره المركبه اللي هي منظومه التدريب في الانديه العربيه. بس سؤال، اذا اللاعبين ما بيقدروا يطبقون هذا الفكره، نعم. اللاعبين اللي عندي بالفريق ما عندهم امكانيه يطبقون الفكره 4-3-2 ما عندهم، احنا بالدوري العراقي الفكره مالتنا 3-2 لو 4-5-1 لو 4-4-2 غير خلينا البيت. لا انا بشرح حاجات بقول حاجات مشتقات اللي يناسب فرقتك طبقه. انما انت هتتفرج على مورينيو، هتتفرج على مورينيو، هتتفرج على ما اعرفش مين، هتتفرج على بتاع وعايز تعمله وانت صعبه. احنا نعرف بس احنا امكانيات اللاعب العراقي ما يقدر يطبق اكثر من مهاجم واحد. انما هي ديت عايزه بص خد كمان يا كابتن برضه بص يا شباب برضه انا بتكلم من الناحيه التدريبيه المحضه كتدريب. اما بقول تدريب انت في امور مساعده بالنسبه لك انت كمان، يعني لازم تساعدك، يا لازم يبقى في تغذيه، يبقى في مراقبه على اللعيبه، خدت بالك؟ يبقى في ملعب كويس، يبقى في ملابس كويسه، يبقى في مستحقات اللعيبه بتدفع، كل الامور ديت هي دي اللي يعني بتنظم بتنجح المنظومه. انما انت اساسا لعيب ليه مستحقات، ها؟ اللعيب جعان هيجي لك ازاي وهو جعان يلعب ويتدرب وانت تقول له ده 4-4-2 وهو جعان؟ انت النادي ما ادالوش مستحقات، اللعيب عايز يخش على مراته واولاده بكيس برتقال يحسوا بيه، انت هتطلب منه ازاي؟ فكل الامور ديت انا بتكلم من النهايه، اذا توافر هذه العوامل التغذيه والمراقبه والعقود الحق والمستحق وكل الامور ديت خد بالك هو مواد النجاح، خلاص هذه النجاح. انما انت اساسا لا تملك، طب هتعمل فرقه ازاي؟ هي خليها بقى كده يقول لك هي خليها كده على الله. وكلنا على الله ان شاء الله. برضه يعني انا ايه يعني عايز برضه اقول كل الامور ديت يا شباب تخضع لحاله الاستقرار المالي، حاله الاستقرار المالي. عندك اي نادي دلوقتي عشان نجيبها من الاخر كده، اي نادي معاه فلوس هيعمل فريق كوره، ما معكش فلوس وانت ليك ماضي 7000 سنه بطل دوري الفراعنه وبطل دوري ولا حد حاسس بيك. ولذلك هذه مثال عشان ننهي هذا الامر، من 20 سنه منتخب الشباب المصري كان سافر اليابان والصين يلعب مع المنتخب الاول الصيني والمنتخب الاول،
دخل الشباب تحت 20 سنة 4-0 و5-0 وكده ورجع. دلوقتي المنتخب الأول الصيني أو من ضمن المنتخبات المصنفة عالميا، صح يا شباب؟ بالنسبة للإعراب حقيقة يعني ولا هي اعتبروني إن أنا عراقي زيهم، يعني الكرة العراقية أنا معجب بيها من أيام ما كنت بلعب. أنا جيت هنا 75 أو 76 لعبت الدورة المدرسية هنا في العراق في بغداد، يعني كورة جميلة يعني ما تختلفش عن المنتخبات العملاقة في الوطن العربي زي مصر زي تونس زي المغرب زي الجزائر، لكن في منتخبات أخرى سبقت المنتخب العراقي. المنتخب العراقي أنا ما أعرفش في قارة آسيا غير منتخبين، المنتخب العراقي ها والمنتخب الكوري الجنوبي وإيران ها. إنما دلوقتي الناس ركبت وأنتوا لسه ليه؟ أنا فاهم أنا فاهم والله العظيم أنا فاهم أنا عارف. أتمنى أتمنى إن الكرة العراقية يعني ترجع لصالح عندها وأحسن إن شاء الله وربنا يعافيها إن شاء الله. شكرا شكرا بالملعب يا شباب إن شاء الله.